من أول يوم دخلت في AUN حسيت إن شخصيتي وايد تطورت، حسيت my presenting skills وايد تطوروا، وغير كذي أحس إني صدق اخترت المكان الصحيح عشان أكمل فيه دراستي. اخترت الهندسة الصناعية لأنها تجمع ما بين business و engineering، وايد حسيت بميول تجاهها. أحب لما أدرس شيء بالكلاس أقدر عقب أروح اللاب المعلومات اللي خذيتها بالكلاس أطبقها بتجارب عملية تأكد لي صحة المعلومات وتثبتها بمخي. اخترت AUM لأن AUM من الجامعات اللي تخدمنا من كل النواحي، يسوي لنا إيفنت، يحاط لنا كلبس، يحاط لنا كل خدمات اللي نحتاجها عشان يساندونا من كل النواحي. بعد 10 سنين أشوف نفسي مهندسة مجتهدة أساهم بتطوير إيجابي بدولة الكويت. أنا دلال درميح، اختصاص هندسة صناعية.